سيسعى الضيف باريس سان جيرمان لاستغلال نقاط قوته خاصة في خط الهجوم من أجل زعزعة دفاع دورتموند والعودة بنتيجة تضعه في أفضل الرواق لانتزاع ورقة التأهل في مباراة الإياب. تحضيرات نادي الباريسي لقمة زيجنال دونا بارك في تقرير محمد الوضاحي. الباريسيون ينتقلون إلى ألمانيا في ثوب المرشح بعد المستوى الذي أظهروه في إياب الدور الفائت أمام برشلونة وللديناميكية الإيجابية التي يمر بها الفريق حاليا. ففريق عاصمة الأنوار حسم أمر لقب الدور نهاية الأسبوع الماضي وتخلص من وزن كان يثقل كاهله، وبات تركيزه على المسابقة القارية قبل التفرغ لنهائي كأس فرنسا أمام ليون. رغم ذلك ضغط المباريات الكبيرة سيكون حاضرا. جئنا إلى ألمانيا من أجل تحقيق الفوز من خلال تطبيق أسلوب لعبنا، وأعتقد أننا سنشاهد عرضا كرويا كبيرا وممتعا يليق بهذا الموعد ويليق بجماهير الفريقين وكل من يحب كرة القدم. الفريقان سبق لهما أن التقيا في دور المجموعات، حيث حسم رجال لويس إنريكي مباراة الذهاب بهدفين نظيفين وتعادلوا إيابا بهدف لمثله. لكن المواجهة المزدوجة هذه تختلف تماما، فمنذ مطلع الشتاء إلى اليوم تغيرت أشياء كثيرة في الفريق الباريسي أداء وفعالية وتحكما في المباريات، واكتسب لاعبون في الفريق ثقة كبيرة بفضل عمل الطاقم الفني، بل تمكنوا من إظهار إمكانيات غير متوقعة على غرار عثمان ديمبلي وفيتينيا. أعتقد أن فيتينيا يقدم موسما استثنائيا بمستوى يضاهي أفضل اللاعبين في وسط الميدان أوروبيا وعالميا، وهو يملك القدرة أيضا على اللعب في مركز الجناح أو قلب اللاعب، ويمكنه أيضا أن يكون كنقطة ارتكاز، وهي ميزات تفيدنا كثيرا. المدرب الباريسي متعود على هكذا مواعيد، وبات يملك مجموعة معدل سنها هو الأصغر في المسابقة، لكنها باتت أكثر تجانسا وجماعية، وفهمت إلى حد بعيد فلسفة الفنية الإسبانية، ويمكنها أن تفاجئ أي فريق في عقر داره أو في عرينها الأميري الباريسي. كل هذه العوامل تجعل من زملاء مبابي مرشحين لخطف بطاقة التأهل، لكن الجميع يعي أيضا أن المهمة لن تكون سهلة، والطريق إلى لندن لن يكون مفروشا بالورود. محمد الوضاحي، بي إن سبورتس، باريس.